متابعي موقع صدى البلد، أهلا بحضراتكم من جديد. خلال الساعات الأخيرة أدلى دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من التصريحات الهامة، واللي تطرق من خلالها لعدد من الملفات التعليمية اللي بتشغل الرأي العام. في هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد مع حضراتكم أبرز هذه التصريحات لوزير التربية والتعليم في مختلف الموضوعات. بداية، ماذا قال وزير التربية والتعليم عن امتحانات ونتيجة الثانوية العامة لعام 2022 واللي انتهى الطلاب من أدائها يوم الخميس الماضي الموافق 21 من يوليو؟ وزير التربية والتعليم قال في أول تصريحاته عن امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 تعتبر أن امتحانات كانت الأفضل في السنوات الأخيرة على مستوى امتحانات الثانوية العامة، وأن طلاب الثانوية العامة تآلفوا مع نظام الأوبن بوك وأسئلة الاختيار من متعدد اللي بتسمى بالMCQ، وأن الطلبة بقوا بيعرفوا إزاي يذاكروا والطريقة الصحيحة للمذاكرة عشان يقدروا يتوائموا مع الأسئلة الخاصة بالامتحانات في مختلف المجالات بالشكل اللي استهدفته الوزارة من أول لحظة أقرت فيه النظام الجديد الخاص بامتحانات الثانوية العامة. أما بالنسبة لحالات الغش فتطرق وزير التربية والتعليم لهذا الموضوع، وصرح أنه عدد الطلاب المضبوطين في وقائع تصوير امتحانات الثانوية العامة لا يزيد عن 85 طالب، وتم حرمانهم جميعا من الامتحان فورا، وشدد على هذه المعلومة وأنه أكيد مش هيتساووا بالطلبة اللي بذلوا مجهود واللي امتحنوا دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع الغش. وأكد أيضا الوزير أن الغشاشين لم يستفيدوا من الغش، ونتيجة الثانوية العامة لعام 2022 ستؤكد على ذلك، وأن فكرة تأفيد الامتحان والحصول على مجاميع كبيرة زي 99% والمجاميع اللي كنا نسمعها زمان انتهت، وأن كل ده اتغير وأصبحت هذه المجاميع مجاميع خرافية. أكد كمان وزير التربية والتعليم على أن المجاميع في نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 ستكون عادية زي ما شاهدنا تقريبا في العام الماضي للثانوية العامة، وأن المجاميع الكبيرة المبالغ فيها انتهى عصرها. كمان ذكر وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 ستكون قريبة جدا من نتيجة العام الماضي، وأن الوزارة بدورها بدأت تنسق التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية والخاصة وفقا للمجاميع الجديدة للطلبة والنظام الحديث. نيجي للشق الثاني اللي ناقشه وزير التربية والتعليم في تصريحاته الهامة واللي أدلى بيها منذ ساعات، واللي كانت بتخص آخر أخبار نظام التعليم الجديد اللي أقرته الوزارة في مناهجها على دفعة الصف الرابع الابتدائي، واللي شاهدنا طلبة وأولياء أمور كتير جدا جدا خلال العام الماضي من الدراسة بأنه المنهج كان صعب أو أن محتواه كان كبير على عقل الطالب. لكن هنا أكد الوزير أنه الوزارة بتتبع النظم العالمية للتعليم، وإنها مش بتعتمد على الكم ولكن على تكوين خبرات حياتية وعملية أكتر من النظرية للطالب، واللي سيتم أيضا تقييم هذه التجربة لمنهج رابعة ابتدائي تقييم دولي بمعايير عالمية في أبريل القادم، وسيتم أيضا مقارنة مستوى دفعة الصف الرابع الابتدائي للعام الجاري بدفعة الصف الرابع الابتدائي للعام الماضي اللي كانوا أدوا السنة بنظام التعليم القديم، والنتائج أكيد هي اللي هتظهر الفرق ما بين العام الماضي لرابعة ابتدائي والعام الحالي لرابعة ابتدائي بالنظام الجديد، وإن نتيجة التقييم الدولي لدفعة رابعة ابتدائي 2022 هتصنف عالميا. هذا التقييم أيضا هيتم مقارنته بدول أخرى بتتبع نفس الأسلوب أو نفس المنهج تقريبا، وأيضا نفس الطريقة لتحديد مستوى الطلاب، وده وفقا للمرجعية العالمية. تصريح كمان مهم جدا بيتعلق بنظام التعليم الجديد أدلاه وزير التربية والتعليم، وهي أن النظام ده هيتيح تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس سواء التجريبية الحكومية أو الحكومية العادية اللي بيدرسوا المواد دي بالعربي، وده عشان يعلم الطلاب التعود على اللغة الإنجليزية، وإن هم يكون حاسين بأريحية في التعامل معاها، ما تكونش صعبة عليهم لما
يلتحقوا بالثانوية العامة زي ما بنشوف في بعض السنوات، ولكن ده طبعا بعدم إخفال اللغة العربية وهوية أكيد مصر، ولكن لإثقال مهارات الطالب أكتر وإن هو يكون متعدد اللغات. الوزارة دايما في تصريحاتها بتأكد إن مناهج نظام التعليم الجديد ما بقتش بتعتمد على الكم زي ما ذكرنا لحضراتكم. الموضوع ما بقاش كم معرفي وإن المنهج يبقى مكون من عدد من الفصول فقط، ولكن أيضا على امتلاك المهارات الحياتية والتجارب العملية والتطبيقية للطالب في كل المواد وليس فقط في مواد العلوم والكيمياء وغيرها. على الصعيد الدولي والتقارير الدولية الرسمية، صدر من اليونسكو تقرير بيقدم نظامي تعليم مصر وفنلندا كنموذج يحتذى به وتقتضي به دول العالم في بناء مناهج التعليمية، وده طبعا بيدعو للفخر. يمكن ما بنشوفش نتائج الوزارة وخصوصا وزارة التربية والتعليم إلا بعدين، ولكن أكيد التقارير الدولية والرسمية أثبتت جدارتها وأثبتت جدارة وزارة التربية والتعليم المصرية. صرح أيضا الوزير أنه بيتم العمل حاليا على تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي لينضم أيضا لنظام التعليم الجديد، وطلب الوزير برجاء خاص من الجميع سواء أولياء الأمور أو الطلاب في أن هم ما يحكموش على نظام التعليم الجديد من خلال طلاب الثانوية العامة، في تأكيد أن نظام الثانوية العامة ليس منهج جديد ولكن نظام جديد لأداء الامتحانات، وهو الأوبن بوك أو الاستعانة بالخرائط والبابل الـ MCQ الاختيار من متعدد، ولكن يحكموا على المناهج الجديدة اللي طبقت من رابعة ابتدائي. وده كان رجاء خاص من وزير التربية والتعليم في تصريحاته. وضح الوزير أيضا في كلامه أن الأطفال من سن رياض الأطفال حتى خمسة ابتدائي هم اللي تربوا على مناهج نظام التعليم الجديد، وأن هذا الجيل مستواه جميل جدا وأظهر كفاءة في التعامل مع المناهج الحديثة، وده بالنتائج والشهادات المحققة في المراحل الدراسية المختلفة خصوصا المراحل الابتدائية اللي اتطبق فيها النظام الجديد. كمان وضح أن الوزارة طولت العام الدراسي تقريبا حوالي 3 أسابيع زيادة على العام المعتاد لمواكبة المعايير العالمية الدراسية. في بشرة سارة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور بخصوص مناهج الصف الخامس الابتدائي الجديد المقرر دراسته العام القادم لعام 2022-2023، أكد في تصريحاته أن الأولياء الأمور هيسعدوا جدا بالمناهج الجديدة اللي محطوطة لخمسة ابتدائي. في رجاء آخر من وزير التربية والتعليم مباشر لأولياء الأمور هم أنهم يسيبوا أولادهم يتعلموا بالطريقة اللي الوزارة شايفة أنها طريقة هتحقق ليهم أهداف على المدى البعيد أفضل بكتير في مستوى التعليم بتاعهم، وأن الطريقة الجديدة دي دون أي تدخل من أولياء الأمور أثبتت نجاحها. قال كمان أن النظام الجديد هيتيح للطالب في الصف الثالث الابتدائي سواء الملتحقين بالمدارس الحكومية أو الخاصة كلهم هيكونوا زي بعض بيتكلموا اللغة الإنجليزية بقدر مريح جدا ومش شايفين فيها أي صعوبة في التعامل كلغة تانية وليست لغة ثانوية، وإنما ستكون لغة شبه أساسية مع اللغة العربية أكيد. أضاف أيضا أن طلاب نظام التعليم الجديد هيكونوا جاهزين لخوض أي امتحان دولي بعد وصول النظام الجديد للمرحلة الإعدادية والثانوية. وهنا الوزير صرح بتصريح مهم جدا لان احنا في مراحل التعليم الماضيه سواء الالزاميه او الجامعيه كان بيبقى في فرق نوعا ما بين المدارس الخاصه والحكوميه او المدارس الاخرى الدوليه، لانه لازم يتعمل شهاده ما تسمى بشهاده المعادله حتى تواكب النظام التعليم المصري، ولكن في النظام الجديد مش هيحتاج الطالب اي حاجه من الحاجات دي وهيكون العمليه ايسر واسهل بكتير. أيضا في تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص نظام التعليم الجديد أنه بيعلم التلاميذ لغة تانية غير الإنجليزي، وقلنا أنه الإنجليزي هيعامل معاملة العربي في كيفية تعامل الطالب معاه بأريحية أو سهولة التعامل معاه. هنا الوزير كان بيتكلم عن أن الفرنساوي والألماني والأسباني وغيرها من اللغات برضو هيتم تدريسها للطالب من الصف الرابع الابتدائي، وده لإضافة مهارات الطالب وزيادتها. في حاجة مهمة جدا بقى أشار ليها الوزير برضو دايما واللي بيأكد فيها في كل مؤتمراته وتصريحاته،
وهي أن مناهج نظام التعليم الجديد مصممة لتكون مصرية بالكامل ولكن بخبرات دولية، وده لفترة مؤقتة لحد ما تتنقل الخبرات دي للمعلمين المصريين، وبعد كده تكون خبرة مصرية كاملة بخبرات مصرية أيضا وليس دولية. إنما على صعيد آخر وبخصوص مسابقة 30,000 معلم ولجاء تصريحات وزير التربية والتعليم بشأنها واللي كشف فيها عن الإجراءات المقرر اتخاذها بعد إغلاق باب التقديم الإلكتروني فيها على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط اللي ظهر لحضراتكم أسفل الشاشة، واللي بدأ التقديم عليها من أمس 24 يوليو 2022. ما هذه الشروط؟ ذكرها وزير التربية والتعليم بداية، قال أنه هيتم مراجعة طلبات المتقدمين داخل الجهاز المركزي للتعبئة لتنظيم والإدارة وسيتم إرسال خطابات لمن تم قبولهم مبدئيا ممن استكملوا أوراق تقديمهم إلكترونيا والمطبق عليهم الشروط. يبقى البند الأول اللي ذكره وزير التربية والتعليم بخصوص مسابقة 30,000 معلم أنه هيتم إرسال خطابات لمن تم قبولهم مبدئيا ممن استكملوا شروط وأوراق تقديم المسابقة إلكترونيا والمنطبق عليهم الشروط. تاني حاجة أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني بالكامل للمتقدمين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. الخطوة اللي بعد كده أنه ناجحين في الامتحان الإلكتروني ده من المدرسين سيتم إرسالهم لوزارة التربية بالتعليم لعمل كشف نفسي وصحي بالتعاون مع القوات المسلحة. خطوة كمان أنه بعد الالتحاق بالامتحان وقبول المدرسين واجتيازهم هذا الامتحان وتدريبهم، هيتم أيضا تدريب الفائزين على نظام التعليم الجديد لتجهيزه للعمل قبل بدء العام الدراسي الجديد. اما بخصوص بقى فيديو تداول بشكل كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت واثار الجدل على السوشيال ميديا، وده تقريبا ما كانش الاول من نوعه، ولكن شفنا حاجه شبهه كده زي معلمه والبادي جاردز وموكب المستر. التساؤلات ان ليه مستر يمشي بموكب؟ جاء تعليق وزير التعليم على فيديو موكب مدرس الاستاد وقال ان الدروس الخصوصيه هي عباره عن بيزنس، وبيزنس كبير جدا بيتم فيه استغلال الاهالي والطلاب، وبيحاول أصحابه الترويج والدعاية لأنفسهم بأساليب مختلفة. وأشار كمان الوزير في نقطة مهمة جدا إلى أن بطل الفيديو المذكور حتى الآن تبين أنه ليس معلم في الأساس. طبعا دي بتوقعنا في مشكلة كبيرة جدا، دايما الوزارة بتندد وبتشدد أنه يا جماعة ياريت نعتمد في النظم الحديثة اللي بتقرها وزارة التربية والتعليم على الكتاب المدرسي فقط وعلى المحتوى المقدم من المدرسة والتركيز معاه والمنصات الإلكترونية والرقمية وكمان القنوات التعليمية اللي أتحتها الوزارة، وإنه ياريت نبطل ظاهرة الدروس الخصوصية لأنها فيها استنزاف للأهالي والطلاب أيضا. أضاف وزير التعليم بخصوص هذه الوقعة أيضا إنه إصرار الأهالي على إرسال أبنائهم لمعلمي الدروس الخصوصية رغم تأكيد الوزارة مرارا وتكرارا على أنهم ليسوا معلمين وليسوا مؤهلين ولا يملكون إعطاء أبنائهم الامتحان كما يظن البعض، ولا يختلف عن فكرة المستريح الذي يلجأ إليه الناس ويمنحوا أموالهم بعيدا عن استثمارها في البنوك بالطريقة النظامية. أكد كمان وزير التربية والتعليم أن الوزارة وفرت منصات إلكترونية وقنوات تعليمية ومنصات رقمية، وإن القائمين عليها في الأساس هم مدرسين معنيين ومكلفين من قبل الوزارة نفسها بوضع الامتحان الخاص بامتحانات الدراسية للأعوام بمختلف المراحل، وأن المعلمين اللي بيقوموا ده بيكون من غير مقابل كخدمة منهم للطلاب. لفت أيضا إلى أنه لابد من العمل على زيادة وعي المجتمع والطلاب وأولياء الأمور، لأن الحكومة والدولة بتقدم الكثير جدا من أجل إصلاح المناهج، من أجل إصلاح التفكير اللي الدولة بتحاول دايما أنها تغيره من خلال منصاتها المختلفة وأيضا دور الإعلام. بكده تكون انتهت تغطيتنا عن أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم اللي بتتعلق بالمراحل الدراسية الإلزامية سواء الابتدائية والإعدادية وأيضا الثانوية، وبنتمنى للجميع التوفيق. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.